السلام عليكم. كيف كان ارتباط الإمام الحسين عليه السلام بالله عز وجل؟ من قطع الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام عن الاتصال بربه في كل لحظاته وسكناته؟ فقد بقي يجسد باتصاله هذا صيغة العبادة لله، ويوثق العرى مع الخالق جلت قدرته، وأيضاً يشد التضحية بالطاعة الإلهية. كان الإمام الحسين عليه السلام أكثر أوقاته مشغولاً بالصلاة والصوم، وكان يختم القرآن الكريم في شهر رمضان، وأيضاً كان كثير الحج عليه السلام، وحيث حج 25 حجة ماشياً على قدميه، وكانت نجائبه تقاد بين يديه، وكان عليه السلام كثير البر والصدقة، وقد ورث أرضاً وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها، وكان عليه السلام أيضاً يحمل الطعام في الليل إلى مساكين أهل المدينة، لا يبتغي بذلك إلا الأجر من الله تعالى والتقرب إليه.